هرجع نبقى تركوست. السلام عليكم. يعني انا ودي اتكلم في موضوع التجميل صراحه. انا مالي دخل. استنى اشوف شباب. شو افضل حمايات اثناء الكورس؟ هلا يا رافع. هلا شايفك استاذ معتز، كنت حاط في بي ان بس ما عم تمشي. مش الحال شباب، الصوت واضح؟ مش كثير، صوتك بعيد معتز. هلا هيك الصوت احسن؟ احسن شوي. تمام. سمعني انت منيح؟ انا سامعك كله تمام. شباب في الصوت تمام يا شباب؟ واضح. بس بعيد شوي صوتك، المد في بعيد. صوتك كويس؟ انت فاتح في بي ان؟ شغال في بي ان لك انا اكيد. يا راف شو رايك؟ عم يقولوا واضح هذا الشباب، عم يكتبوا انه واضح. الصوت واضح، انا سامعك تمام. اي تمام. شو رايك بالتي ار تي يا راف؟ واحد عمره 42 وصار له 12 سنه بيلعب وبيلعب بطولات. كثير منيح، حتى لو عمل فحوصات وبين اوقات بالفحوصات ببين انه التستوستيرون ليفل يعني ضمن الطبيعي، بس اذا هو يعني متوقع انه تحسن اكثر، ينزل الشحم عنده اكثر، يصير في عنده بناء عضلات احسن، خصوصا بهذا العمر صعب تنعمر ناتشرال، فاذا بياخذ جرعه خفيفه تستوستيرون 250 كل 7 ايام ل 10 ايام بتعمل فرق معه كثير كبير من ناحيه الانرجي، من ناحيه الحرق الشحم، منتل كلاريتي، بحس حاله اريح، موده احسن. يا عيني عليك يا شباب، بس اهم شيء بالتي ار تي لما تبدوا فيه بالذات فوق ال 40 شيك على البروستات، على البي اس اي، تحليل بي اس اي، اذا كانت اموره تمام بتكون اموره تمام ان شاء الله. على طول اصلا بهالحاله بيقدر يروح عند حكيم، مش مضطر يعمل اصلا شيء بالبلاك ماركت، في ياخذهم في ياخذ من عند الحكيم وهو بيعطيه جرعه حتى يعني بهالحاله. بالضبط. طيب شو رايك في فرق بين التستوستيرون الطبي بتاع الصيدليه والشركات البلاك ماركت؟ اكيد اكيد التستوستيرون الطبي ما في عندك شك انه يكون اندر دوز مثلا، او نوع الزيت المستعمل ما يكون منيح، او في شيء بالبيوريتي تبعه مثلا لازم يكون فيه شيء بكتيريا مش مضبوطه تضايقك الضربه تعمل له مشاكل. طيب نحن لما ندور عليها تدوير هيدي. ايه ما صعب بتحصله، بس بده شو رايك صعب. في شيء اسمه افضل حمايات اثناء الكورس؟ هلا من ناحيه الكبد والكلاوي اكثر شيء بنستعمل احنا هون ريفايف بالامارات، يعني هلا هي شوي غالي بس فيها كل شيء، يعني بس تاخذ مثلا الليفر تبع الريفايف بتكون كفر بكل شيء، الكدني كمان ذات الموضوع، للبروستيت، للليبيدز، الكوليسترول، الجليسيريد، كل هولي بس هن الاساس يعني فيهم. انا مثلا للكبد الان اي سي، الملك ثثل، التوتكا كثير مهم، في عندك للكلاوي الاستراجالوس، تمام، البرجامونت للكوليسترول تريجليسيريد. صراحه رقم واحد برجامونت. طيب في واحد كاتب لك في ادويه بنستخدمها نحن عشان نحفز البنكرياس مع سايكل الهرمون؟ لا بس كمان عندهم ريفايف، يعني ما في بالضروره يستخدم. هلا اكيد اللي بده يعمل بده ياخذ يعمل فحوصات مثل ما انت قلت، يعمل فحوصات للبروستيت ليتاكد انه كل شيء مزبوط، بس في بريفنشن مثل ميديسن اللي بيكون عند بريفنشن، يعني اعشاب مثل عند ريفايف كمان بتكون بروتكشن، بس اذا انت عندك مشكله بالبروستيت يفضل اصلا ما تاخذ، يكون عم تتابع تسمع استشاره حكيم. تمام. هلا ما في شباب شيء، بس شغله بس معتز، بس شغله في جواب بدي اجاوب عليه هون، لانه في شخص على طول بيبعث لي على الهيدا وثلاث ارباع الوقت ما برد، بيقول لي مثلا شو لازم يعمل واحد اخر جمعه بتحضير البطوله. فهلا منيح لايف بدي احكي لك عن هيدا، ما في يعني ما في شيء منزل انه هيدا هو الطريقه اللي تعملها للبطوله، في عندك ناس بيكونوا عم ياكل 200 300 جرام كارز بالتحضير تبعه، وفي ناس بتكون ما عم تاكل كارز بالمره، فهذا شيء ما بقدر اعطيه، مش لانه سر، لانه حسب كل واحد شيء، يعني فيني اقول لك شيء يكون زي ما عم ياكل كارب بالمره يكون لودينج تبعه شيء، اذا كان عم ياكل كارب لودينج تبعه شيء ثاني، يعني بتفرق من شخص لشخص، ما في ارشادات معينه واحد يلتزمها، بس انه اكيد يرفع الكارب بالاخر ليعبي جسمه، بس قد ايه وقديش الكميات ما في حدا يعرف هذا الشيء حسب كيف التحضيره كانت. بالضبط.
بالضبط شباب، اللود او نحكي البيك ويك بيختلف من شخص لاخر، ما في شيء ثابت. لانه على طول بيبعت لي وانا اوقات ما برد عليه انه الجواب واسع كثير، يعني في كتاب بده اكيد في ما في دواء، في دواء بتسكر بحفز البنكرياس على افراز الانسولين مع سايكل الهرمون، حبة شو سكر، دواء سكر مشان يخلي البنكرياس يفرز انسولين، مشان يخلي البنكرياس يفرز انسولين. ايه. ما على علمي في هيك شيء. لا ما في طبعا يا شباب، ما في هيك شيء يخلي البنكرياس يفرز انسولين. اذا في شيء بخلي يحسن الانسولين انه يشتغل بطريقه مضبوطه مثل الجلوكوفاج مثلا، او اذا شيء طبيعي مثل البربرين والالفا ليبويك اسيد والكروميوم، بس شيء يفرز يساعد الانسولين يفرز بنكرياس يفرز بنكرياس يفرز انسولين ما في. طيب افضل دايت لمقاومه الانسولين. افضل دايت لمقاومه، اول شيء يكون قليل السكر، يعني حيلا شيء بيرفع السكر بسرعه، يعني النشويات البطيئه هي اضبط شيء انه يكون بهذا الدايت لما يرتفع الانسولين عنده، لانه اصلا عنده مشكله بالانسولين. والتمرين هو اهم شيء لانه هذا بخلي يحسن الحساسيه على الانسولين، ودفست بالدايت بس ينزل بالكالوريز هو وبلش يخسر الشحم، الانسولين سنسيتيفيتي تبعه دغري حتطلع، فالانسولين حيتحسن وحيبلش جسمه يخسر شحم، وهي مثل دايره، لانه بس يزيد الشحم بجسمك تنتزع الانسولين سنسيتيفيتي، وبس تنتزع الانسولين سنسيتيفيتي بصير جسمك يزيد سحب زياده، فانت بدك تعمل العكس، بدك تجرب تنزل الشحم بجسمك يتحسن دويره تعملها بالقلب. بالضبط. شباب شو كمان عندكم بعد اسئله؟ خذوا راحتكم سالونا. شو لا في شو الليماريل هذا الليماريل بتنزل التست قد ايه مده البي سي بي؟ سبت واحد. هذا لا الحق ما في شيء بيزيد الانسولين الا اذا واحد مريض عنده مشاكل بالبنكرياس وبيعطوهن أدوية عشان يزيد البيتا سيل الإنسولين، هذا موضوع تاني، بس مش عشرة عشان واحد والله بسايكل أنا أعطيه دواء يزيد الإنسولين. عم ناخد إنسولين إحنا أوريدي بنعطي، بس أما موضوع دواء هذا بعتبرها تفاهة وكلام فاضي. أدوية الكوليسترول بتنزل التست، شو رأيك كراف؟ لا أنا الشيء اللي لاحظته بأدوية الكوليسترول انه استخدامها ممكن يعمل وجع بالمفاصل بصراحه، هذا لاحظت انه ما يصير في الم بالمفاصل من استخدام ادويه الكوليسترول، لكن ما خصه بالتست. طيب ميشيل بيقول لك قديه مده البي سي تي؟ ايه ما هلا رجع رديت عليه قلت له سبت واحد يومين بس. طيب لا على البي سي تي مثلا خصوصا نحن لانه بدنا نضلنا يعني متواصل عم نحضر البطولات وكذا، يعني 4 أسابيع لـ 8 أسابيع حسب قد الفتره اللي كنت عم تاخذ فيها قبل، وحسب اذا فحوصات دمك منيحه. هلا اول شيء 4 لـ 6 أسابيع نعمل فحوصات دم نتاكد انه كل شيء رجع للنورمال، اذا كل شيء رجع للنورمال فيك عن جديد ترجع تعمل سايكل جديد، اذا كل شيء منه ضمن الرينج بيفضل بعد مده اكثر شوي صغيره ليرجع كل شيء ضمن النورمال. بس هلا معلم شوف ناس بيعمل له سايكل مثلا 6 شهور بيريح بعدها جمعتين، بيقول لك انه ما بدي اخسر عضلات، هو بيكون وزنه 73.5، يعني انه شو بدك تخسر عضلات؟ ما اصلا ما عندك عضلات بالضبط. عمال كثير خلصنا جننوني يا زلمه. معتز على فكره هيدي انا يمكن هاي اول سنه لإلي 2023 كان اني انا مثلا بعمل بريدجي، انا كنت عامل بي سي تي ما اخذ شيء 6 أسابيع ولا شيء بس تنظيف، وصل وزنه 120 كيلو. لا هلا المشكله الجيل الجديد متاثر بكم من واحد حافظين وما بدهم يعملوا بي سي تي، بده يضلوا ياخذ تيست على باله روني كولمان وعضلاته وهو ما عنده عضلات اصلا، هي مشكله الجيل الجديد ما بيقتنعوا وما بيقتنعوا على فكره انه مثلا انه بيقول لك انه ايه هذا بياخذ كميات وكذا. ما صرنا عايشين مع الابطال وبنعرفوا خصوصا بدبي، ما في بطل ما اجى على دبي وقعدنا وحكينا معه وشفناهم، ثلاث ارباعهم بيوقفوا تماما بيعملوا بي سي تي، بس هن عبانوا الابطال ما بتعمل بي سي تي. طيب شو بتكون جينات اليه عمل الجي اتش والاي جي اف 1 كيف طريقه شغلهم؟ يعني ايه
لا الاي جي اف 1 هي اصلا هو الاساس، انه هو اللي بيخلي هذا الشيء، بيخلي يكبر يعني البارتيل، بتخلي النشاج اللي هي بتكبر، والاي جي اف 1 بيخلق لك خلايا جديده، مشان هيك بيستخدم على فترات طويله. وبقول لك انه ما حسيت فيه بالفرق، بس على مدى طويل حسيت فرق، لانه بيخلق خلايا جديده اللي هو جسمك اصلا طبيعيا صعب يعملها، يعني مستحيل تنعمل. فاني خلق خلايا جديده، وهالخلايا الجديده مع الهرمون والتمرين والاكل وكذا بتكبر، فانت بتحس الفرق بعد فتره طويله على الـ على الجي اتش. اما الجي اتش هو سلف بيساعد اكثر على حرق الشحم، على النوم كذا، ريكفري، تجدد الخلايا، يعني كل الخلايا بتتجدد، تصير تتجدد بطريقه اسرع. تمام. وعلى حرق الشحم اكيد. هل التنظيف بين الكورسات افضل ولا الاستمرار بالسايكل وعمل بريدج بين سايكل والثاني افضل؟ هذا الشيء بعدنا قايلينه هلا، يعني هلا اذا انت مثلا لنفترض مثلا انا عندك بطوله بعد مثلا 4 شهور، وانت صار لك وقت ساحب، يفضل انك تريح تعمل بريدج لما تقشط كثير وترجع بدك ترجع تعود هالكم كيلو اللي خسرتهم، انت عم تريح بهالحاله بتعمل بريدج. بس اذا انت بعدك بنص الاوف سيزون وبعد ما في ولا ماتش شايف قدامك، افضل تاخذ 4 اسابيع توقف كل شيء، ترجع مثلا 4 اسابيع ثانيين تكون بس عم تاخذ تيست، وبعدين ترجع تفوت عن جديد. لانه اصلا هن لازم يفهموا انه اذا جسمك منه 100% مرتاح وهيلثي وكل الانزيمات تبعك عم تشتغل مزبوط، حتى لو اخذت كل شيء في هرمون بالدنيا ما رح تكبر، ما بتكبر، بتوصل لمحل خلص بتسكر ابليتك، ما بقعد فيك تنام، حراره، وبتصير هدول اشياء بتشيل انك تكبر. طيب شو رأيك نصيحه للناس اللي بتعمل هايبرتروفي للتضخيم؟ تضخيم؟ ايه بعيد جمله يا معتز لانه صوتك واطي. الهايبرتروفي التضخيم نصيحه. ايه شو احسن نصيحة؟ اكل، نوم، اذا عم ياخذ هرمون اكيد، يعني هذا شيء ما في ما بينحكى فيه. ما تتمرن بايجو، يعني مش تتمرن 3 و4 عدات، او مثلا في ناس حتى بيتمرن بيقول لك انه مثلا ليك انا عامل كنترول على الوزن 8 بس كله هو سوا عم بيرجف، بس انا عم يعملها على البطيء بس كله سوا عم بيرجف، يعني الوزن عم بيروح على الكواع وعلى الكتاف وعلى ظهره وما صاير صدره، مثلا اذا عم يعمل صدر او حيلا حركه ثانيه بس كله سوا عم بيرجف فيه الوزن، هذا الشيء ما رح يخليه يكبر، رح ياذي حاله. بس تتمرن بطريقه مضبوطه، عمول عدات مضبوط، وصل للفشل العضلي مضبوط، اكل، نوم. شو رأيك؟ إنسولين له أفضلية ولا IGF-1 الأصلي إنكلوريكس؟ ما في إنكلوريكس مزبوط، حقه بلوة أصلاً إذا موجود، ما بقى فيه، ما بعرف وين بيعملون عم بيجيبوا إنكلوريكس، ما في منه هذا بقى. لذلك شباب البروفيشنالز اليوم ليش بيستخدموا إنسولين؟ لأنه ما عم بيقدروا يوفروا الإنكلوريكس بسهولة. ما في إنكلوريكس. بعدين 3/4 الناس وصلت لأجسام ما كان في لا اي جي اف 1 ولا شيء من هذا كله. هلا بيجي واحد وزنه 90 كيلو بيقول لي بدي اخذ اي جي اف 1، اصلا ليش في اي جي اف 1 مزبوط؟ واذا مزبوط حقه بلوي وما بتلاقي، يعني يا ريت في كنا جبنا، ما احنا ندفع بس مع انه كل شيء بندفعه هاللعبه، بنحط كل شيء معنا هاللعبه، بس ما في مزبوط، ما في. اذا معك هالقد مصاري وقادر تدفع جيب اكثر جي اتش، خذ اكثر جي اتش. طيب طلع واحد داخل سايكل سنتين قديش يعمل بي سي تي؟ عيد معتز. سايكل سنتين. ايه عفرت سحبه؟ عفرت سحبه وبده يعمل هلا بي سي تي. اول بسلامتك شو بدي اقول له؟ يعني اول شيء لازم تعمله التحاليل بصراحه. عصات دم اول شيء. عصات بعدين لكل حادث حديث، وتشوف جسمك شو الريسبوند. يمكن البي سي تي ياخذ وقت اصلا عشان يرجع يستجيب الجسم مره ثانيه. 100%. اصلا ما بعرف على سنتين انا بحس بطل استفيد، يعني انا بعد العشرين اسبوع بلش يتراجع جسمي بحس. بالضبط. طيب ال دي ال، ادويه ال دي ال الكوليسترول له دور، هلا ال دي ال له دور بانتاج التستوستيرون، بس بالسايكل دائما ال دي ال حتى مع الدواء عم بيضلوا عالي، يعني مستحيل توصل تحت الرينج الطبيعي، وانا هاي مجربه وشايفه بالتحاليل. طيب شو الفرق بين الماسترون والبروفيرون؟ الماسترون والبروفيرون يعني هون بيتنيناتهم انه بيشتغلوا انه يوطي الاستروجين، لانه بيقعدوا على ريسبتر تبع الاستروجين وبيريجوليت، ما بيخلوا انه يعني كيف يشتغل ارميداكس، يتحول التستوستيرون لاستروجين. بس it's completely different، لانه كمان البروفايرن هو مثل فري تيست اللي بيبرم بقلب الدم، فبيخلي هذا الشيء السكس درايف
شباب الصوت راح. شباب سامعيني؟ راف راح راف راف طلع.